ديال الفانكلي فيها نتوما راه كما كتشوفوا كنعوم بهم في البحر وما كيكحالوش. هاد راهم اوناسين اوكسيدابل، راه دخلت عمت بهم دابا كما كتشوفوا راه كاع ما كيكحالو ما حتى حاجه. المهم اختي البيزنس حتى في البحر. فين اللي سالينا تبحيره شفت باش وليت عتو تحرقت من ظهري ومن هنايا من هاد البلاصه ما كنقدرش نلبس شي حاجه ولا هذا، كنحس براسي بحال بحال محروقه. مشي للدار وندير شويه المطيشه. شوف ترى تنحس براسي هاي العمي طايب، ولكن صراحه البحر واعر. جينا تنكتشفوا هاد الاماكن الجميله. شوف هاد البلايص زوينين خصهم يتنقاو. دابا اختي غادي نديرو واحد الكارديو طبيعي. الصراحه عتو واحد الطلعه البنات راه ما يمكنش كي دايره، هانتوما غتشوفوها دابا. هي زوينه ولكن في نفس الوقت معذبه، اولا معذبه ولكن في نفس الوقت زوينه. علاش؟ لحقاش اول حاجه معذبه، لحقاش هذا راه جبل طالعين فيه وتقريبا نوعا ما كتهبطي وانت مكرفصه، ولكن زوينه لحقاش كتشوفي هذا الفيو هذا الرائع. المهم البنات دابا لقيتوني غادي نقي بطاطا وغادي ندير مطيشه حتى هي تنقى، وغادي نديرو الكريفيت هنايا نديرهم في الطاسه هادو نخليهم شي شويه يرقدوا في الماء باش نشويوهم باش نديروهم مع الطاجين، وشي وحدين غادي نديروهم يتقلاو. لي زوالي كتبان لكم كاليتي ناقصه، ولكن اختي الكاميرا ديالي ما كتصورش مزيان في الاضاءه قليله، دونك هاد البوله هادي هي اللي قاديه لنا. غاد نمشي نشعل الاخرى نشوف لا تخدم. حتى الاخرى راه دابا شعلناها باش يبان لكم داكشي مزيان. وتما درت الحوايج ديالي تنشفوا حق السبنتهم قبيله. صافي غادي نديرو الطاجين بالفرماج مع كريفيت، وكريفيت غادي نديروه يتقلى، وغادي نديرو حتى بطاطا فريت تقلى، وغادي ناكلو ماكلة الدار. لحقاش تلعات لي ماكلة زنقة في راسي ديال بصح، تلعات لي ماكلة زنقة فراس راسي. ها هو جبناه هنا معانا. شحال هادي ماكليتها. هنا درتلو شوية د الميها، غنحطو هنايا يطلق شوية وغادي ندوزو نقيو البطاطا. البنات اللي غيضحكو ليا على التقطع ديالها ما مصنعرفش نقطع الخضرة، اختي دارنا في الشيني، وهادي أكفس حاجة تقدر توقع لأي بنت في دارهم، يعني اللي مازال ما مزوجة بحالي أكفس حاجة هي يخليوك داكم تعلمي العجز، ماشي العجز ما تكونيش حادقه، هذه اكفس حاجه. جيرز هناك
بالنسبه ليا. خرجنا هنايا بالليل ضربنا دويره عاوتاني ولكن اختي حاجه وحده عندهم الماكله حالتها وما عرفتش الدجاج عندهم في شكل كنا هنا باغيين ناخذوا الحوت وخدينا الدجاج حتى واحد الدجاج انا والله ما كملته هنايا خدنا عاوتاني هذه ما عقلتش على شنو كيقولوا لها ولكن زوينه صراحه بنينه. وهنايا وانا لقى واحد المحل فيه كروكس كيتباعوا الكروكس ديري لهم 400 درهم ولكن اوريجينال. ايوا اختي جوست ابري رجعنا عاوتاني لوادله والحق الصراحه صافي انا ولفت شي حاجه سميتها وادله وهنا كنا خدينا التريبورتور هو اللي غادي يدينا يوصلنا عاوتاني في كاين لوطيل. والصراحه ما يمكنش البنات عطوا هاد البلاصه ما كتسخوش بيها لحقت فريمون واعره 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 تلبت تلبت. صباح الخير رحتو لبست عليكم بخير امركم هانيه. بون لي في البارح كنا مشينا البارح كنا مشينا للمضيق نورمالمون كنا غادي نكريو تما ولكن البنات ما نكذبش عليكم شحال عامر بزاف غير تفرقع وما عجبنيش الحال اصلا ما كنرتاحش في البحور اللي كيكونوا عامرين بزاف كيعجبني نعوم في البحر براحتي نعوم باش ما بغيت نتصور باش ما بغيت راسي كيكونوا عامرين بزاف بحال كنحس براسي ما جايش ندوز لي فاكونس حتى انا كيعجبوني زعما الاجواء الشعبيه وداكشي وادلاو صراحه زوينه واخا عامره ما عامراش بحال المضيق ومارتيل وكابونيغرو وداكشي الاخر. دابا جينا نتبحروا عاوتاني في البحر ديالنا الجميل الرائع ودابا غادي نمسح حجباني الليله نجيب لحقاش معمره حجباني وغادي نحيد هاد لي زاكسيسوار. المهم هاد لي زاكسيسوار راه كاملين تلقاهم في ما يسمو البيزنس. شوفوا هاد الكولي شحال خطير سويا شي كاين واش على دايره لولو جيل غادي نهبط ندوش الشاويله اللي نهبط ندوش انا نهبط نعوم غنبدل بعدا غير لحقاش لابسه المايو خصني نلبس غير من الفوق صافي هادشي اللي كاين خلاص تصاور انستغرام وداكشي كامل واخ خلاص تصاور وداكشي راه تلقاهم في ماي اكاونت انستغرام 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 انا جايه تصورت حاول في الكونت ديالي في انستغرام تصور كامل.